الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا، فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، وهو كتاب فيه مادة عظيمة النفع، قام بتأليفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السابعة، والتي هي بعنوان سد ذريعة الشرك، ونترككم مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، توقفنا الأسبوع الماضي في مسألة سد الذرائع، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ جناب التوحيد. أسألكم أم أشرح أولا؟ أسأل أولا أم أشرح أولا؟ أسأل، إن هذه العقيدة هي أهم العقائد، صح؟ طيب، ما معنى قول القائل من العلماء إن النبي يحفظ جناب التوحيد ويسد الذرائع؟ التفسير مع التدليل. ماشي يا سلمان، دي أي كلمة؟ أيوة، سد الذرائع يعني إيش؟ صح، أحسن، يأخذ كل وسيلة تصل بالعبد إلى الشرك فيبطروها. طيب، مع التمثيل. نعم، أحسن. طب ليش قطع الشجرة؟ ازاي هيتخذ وسن؟ هو في شجرة ويقعد يقول يا ثمرة كيف هيشركوا بالشجرة دي؟ أيوة، دي وسيلة لأي شرك. هيشركون بالله بالشجرة ازاي؟ أحسن، صح، يتبركون بالشجر، صح. طب والتبرك شرك؟ أحسن، حديث ذات أنوار، كانوا حديث عهد بالإسلام، فمروا على شجرة كان الكفار يعلقون سيوفهم عليها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. طب ودي فين الشرك اللي فيها؟ فين الشرك اللي فيها؟
احسنت. قال الله اكبر، قلتم مثل ما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم. هذا هو محل الشاهد في ايش؟ لان التبرك في هذا شرك، مفهوم ولا لا؟ طيب، عمر بن الخطاب قطع الشجره حتى لا يتبرك بها، ايش ثاني؟ انا اريد من النبي ومن الصحابه. صح، لابي الهياج الاسدي قال الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تجد قبرا مشرفا الا والا تجد تمثالا الا تمطم او كذا. ها، وسيدنا عمر لما فعل ذلك رضي الله عنه وارضاه. اقول عندما تكلمنا الاسبوع الماضي على سد الذريعه بينا ان عباده اهل الايمان انهم يغلقون كل باب يصل بهم الى الشرك والعياذ بالله، واما اهل الاوثان يفتحون كل باب يصل بهم الى الشرك والعياذ بالله. ومن هذه الابواب، بل من اعظم الابواب، بل من اصل الشرك في هذه الامه، هو الغلو في اصحاب القبور ثم الغلو في القبور. ولذلك صلى الله عليه وسلم على اخر نفس من انفاسه وهو يقول الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور اوليائهم وصالحيهم مساجد الا اني انهاكم عن هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اولئك اشرار الخلق عند الله يوم القيامه، ومنع زياره القبور، ثم بعد ذلك اباحها عندما وجد ان التوحيد قد اتم الله توحيدا للناس. وايضا نقول اذا كانت الذرائع موجوده فنحن نمنع من الزياره. فنحن اليوم ان شاء الله سنتكلم على مساله زياره القبور، هل تمنع ام تباح ام تستحب ام تحرم؟ فهذا الذي نتكلم عنه اليوم في زياره القبور، لان اصل الشرك كما قلنا هو الغلو في القبور ويعني البناء عليها. اقول زياره القبور على انواع ثلاثه، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. إذا زيارة القبور أنواع ثلاثة، وهذه الأنواع ما أحد يعرف عنها شيء. زيارة شركية، زيارة بدعية، زيارة شرعية. أما الزيارة الشرعية فهي التي كان قد منعها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الاعتقاد في المقبور، كما كان أهل الجاهلية يعتقدون في بعض الأموات كالذي كان يلت السويق للحجيج كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، واتخذوا صنمه إلها يعبدونه من دون الله. الله، فكان سلم يحسم هذه المادة، ثم بعد ذلك أباح لهم زيارة القبور وبين العلة. قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة أو تذكر بالموت، فيرق القلب وتدمع العين عند زيارة القبور. ولذلك أفسح النبي صلى الله عليه وسلم المجال لمن يزور القبور وهو معتقد الاعتقاد السديد أن المقبور لا ينفع ولا يضر. هذه الزيارة الشرعية. هذه الزيارة الشرعية منعها النبي ثم أباحها، وأباحها لعلة، هذه العلة كما قلت يرق القلب وتدمع العين، وأيضا انتفاع الرجل المؤمن لله جل في علاه الموحد وانتفاع الميت. أما انتفاع الموحد بأنه سيدخل هذا القبر يؤدي حق الله وحق المقبور وينتفع بذلك، أما تأدية حق الله فإنه لما يذهب يعلم أن الموت بيد من؟ بيد الله، وأن الله هو الآخر سبحانه وتعالى، وأن الله هو مكون الكون. يعتقد ذلك في قلبه ثم يرفع يديه ويدعو الله جل في علاه بالإحسان إلى أخيه، فيفوز بالتوحيد ويفوز بالإحسان إلى أخيه، ويرجع ذلك إليه لقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فينتفع المقبور بدعاء هذا الحي، والحي أيضا يتذكر ويتدبر بأنه نازل إلى هذا القبر كما نزل صاحبه، فيتدبر ذلك بعدما يدخل القبر فيدعو له فيفوز كما قلت بالإحسان، والله جل وعلا يحسن إلى من أحسن إلى غيره. هذه الزيارة الشرعية هل هي عامة أم هي خاصة؟ وهذا مبحث مهم جدا. عامة يعني عامة للنساء والرجال أم هي خاصة للرجال فقط؟ هذا معترك قوي جدا بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا، هل زيارة القبور عامة أم هي خاصة للرجال فقط؟ فالقول الأول أن زيارة القبور خاصة للرجال محرمة على النساء، وهذا القول تبناه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأدلتهم في ذلك كثيرة، منها حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. هذا الحديث فيه ضعف، أبو صالح مولى أم هانئ راوي هذا الحديث عن ابن عباس، هذا الرجل ضعيف، اتفقوا على ضعفه فالحديث ضعيف، لكن يستدلون به لعن الله زائرات القبور. ووجه الدلالة من التحريم اللعن
يتجه به ان زيارة القبور محرمة؟ الان انا اسأل وجه الدلالة من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يزورن القبور، وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لعن الله زائرات القبور. طيب نعم، لا يطرد احد من رحمة الله الا وهو فعل محرم بل كبيرا، لان العلماء ضبطوا الكبائر بان يكون العقاب لعن، يعني طرد من رحمة الله جل في علاه. الدليل الثاني حديث ايضا الصنع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور، وهذا حديث صحيح ليس فيه ضعف، اتفق المخالف والموافق على صحة هذا الحديث، لكن هذا الحديث وجه الدلالة منه ضعيف، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وهذه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة دلالة على ايش؟ على التكرار، يعني المرأة لو راحت مرة او مرتين ليس فيها شيء، لكن اذا استمرت على زيارة القبور فهي ملعونة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لكن بعض الشافعية ضبطه لغة قال زوارات القبور بالضم، فقالوا زوارات هنا بمعنى زائرات، بمعنى زائرات، يعضدون الحديث الاول. الدليل الثالث الذي يستدلون به على ان زيارة القبور للنساء حرام حديث ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، وجه الدلالة في هذا الحديث، نهينا عن اتباع الجنائز، وجه الدلالة أسم. نهينا يعني نهينا عن اتباع التحريم، لكن يبقى لك امر اخر لابد تتكلم عنه. ها محمد احسنت، اذا قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز فمن باب اولى ان يمنع زيارة القبور، فهذه فيها دلالة من باب قياس الجلي او من باب اولى، يعني اقوى في الدلالة، هذه ادلة من قال بالتحريم، هذا القول الاول. القول الثاني قالوا بالكراهة. طيب ما الفرق بين القول الاول والقول الثاني؟ القول الاول قالوا بالتحريم، القول الثاني قالوا بالكراهة، ما الفرق؟ يأثم والاخر لا يأثم، القول الاول يؤثمون من زار ولا يؤثمون في القول الثاني من زار. فقالوا بالكراهة هؤلاء عامة الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ابن عطية نهينا، ومن الناهي؟ رسول الله، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذه بقية الحديث، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا إن لم يعزم عليهم صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فقوله لم يعزم علينا فيه صارف من النهي بالتحريم إلى الكراهة. القول الثالث يقولون بجواز زيارة القبور للنساء، جائزة لا محرمة ولا مكروهة، وقالوا عندنا أدلة من السنة والكتاب أيضا، قلنا هاتوا الأدلة، فقالوا أما الدليل الأول فأحاديث منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على امرأة في القبور وهي تبكي، تبكي ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا امرأة اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال احدهم اما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت اليه تعتذر فلم يقبل عذرها، وقال انما الصبر عند الصدمه الاولى. وجه الدلاله من هذا الحديث، الذين يقولون بالجواز يستدلون بهذا الحديث انه مر على المراه على القبور وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، ما وجه الدلاله انه يجوز للمراه ان تزور القبر؟ انت ايوه أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها، ما قال لها حرام عليك زيارة القبور، فلما لم ينهاها عن ذلك دل على أنه يجوز زيارة القبور. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، وهذا فعل صحابية. والثالث أن فاطمة كانت تزور قبر حمزة كل جمعة، ده القول الثالث. القول الرابع استحباب زيارة القبور للنساء، وهذا دليل من الأثر ومن النظر. أما الأثر فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد منعتكم من زيارة فالآن فزوروها، وهذا أمر، وهذا الأمر أقل أحواله أن يكون على الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب، لأن أصل أمر الوجوب إلا يصرفه صارف وقد ورد الصارف، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، فهذه أول الأدلة، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، فهذا للاستحباب. الثاني من النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، فإنها تذكركم، وهذا خاص بالرجال ولا عام للرجال والنساء؟ عام، تذكر الرجل وتذكر المرأة، ولا المرأة مش هتتذكر؟ تتذكر، فإذا كانت تذكر الرجل ف
فإنها تذكر المرأة، فيستحب للمرأة أيضا أن تذهب إلى القبر حتى تتذكر الموت والبلل وتتذكر الآخرة، فتكون من التي يسارعنا في طاعة الله جل في علاه. هذه أدلة من قال بالاستحباب. أقول الرارح في هذه الأقوال الأربعة: التحريم، الكراهة، الاستحباب، الجواز. ما الرارح في هذه الأقوال الأربعة عند مجلس أهل العلم الذين يجتهدون؟ الرارح من هذه الأقوال الأربعة عندما رأيتم الأدلة، الرارح من هذه الأقوال، أترك الترجيح لكم الجواز. لما؟ فأمرهم. بس ده الاستحباب ماشي، ايش ثاني؟ طب كيف ترد على من قالوا بالتحريم ولم يعزم علينا، او لم يعزم علينا؟ طيب في حد ثاني يرجح هذا الترجيح ولا يرجح خلافه؟ تحريم انت قاطع، يعني لازم تقعد النساء في بيوتهم يعني. معاه من التحريم، تحريم، كراهة، الجواز. طيب الكراهة تحريم، أنا أميل إلى التحريم صراحة، وسأبين لكم الأدلة ثم نتناقش. الصحيح الراجح في ذلك تحريم زيارة القبور للنساء، للأدلة الظاهرة جدا في التحريم. أولها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فأنا أقول وإن كانت الصيغة صيغة مبالغة وأن التكرار هو الذي يدخلها في اللعن، فإن ابتداء الذهاب ذريعة للتكرار، لأن المرأة لا تكف. إذا كانت المرأة ذهبت مرة ومرة ثانية تذهب تقول أتذكر أتذكر لغاية ما هتكثر من الزيارة، فهي ذريعة لأن تكون من الزوارات، والوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد أن تمنع من الأول. والدليل الأوضح من ذلك والأصرح هو حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إيش لم يعزم علينا؟ هل نهي النبي يحتاج للتأكيد؟ إذا نهى النبي وقال لا تفعل وجب عليك أن تقول سمعت وأطعت، وأصل لا تفعل يعني محرم عليك أن تفعل، وأصل النهي إيش؟ التحريم، وظاهر النهي التحريم، ولا يحتاج تحريم النبي إلى تأكيد. إذا قال لك النبي لا تفعل فعليك أن تقول سمعت وأطعت وهذا حرام لا أفعله، فهذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهينا يعني لا تفعلوا، لا تفعلنا، لا تذهبنا. فهذه دلالة واضحة من أم عطية على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، هذه دلالة واضحة على ذلك. الثالثة نحن نقول من النظر هناك مفاسد عظيمة عند ذهاب المرأة إلى القبور. أولا شوف مقاصد الشريعة كيف تصادم زيارة القبور مقاصد الشريعة. إذا ذهبت المرأة إلى القبور أول ما تفعل ستفتن من هناك من الرجال. الرجل بدل ما هو قائم يدعو لهذا الميت سينظر لعين المرأة ووجه المرأة ويد المرأة، أو ينظر لبكاء المرأة وعويل المرأة، فتفتن الرجال مصادما مقاصد الشريعة. الأمر الثاني أنها لو ذهبت لن تتذكر الآخرة، بل لن تصبر على أقدار الله، ستتسخط على أقدار الله، وهذا الغالب في النساء ولا النادر؟ الغالب الضعف معروف، ويظهر لك ذلك أن المرأة ماذا قالت للنبي إليك عني، وإن كانت لا تعرفه لكنها لم تقبل النصيحة، وهو يقول لها اتقي الله واصبري، وهي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. فالنساء الأصل فيهن الضعف، فيغلب على عقولهن التسخط على أقدار الله جل في علاه، ينطقن بكلمات الكفر إذا ذهبنا. إذا المصادمة أيضا لمقاصد الشريعة، أولا فتنة الرجال، ثانيا أنها ستخرج عن شعورها وتتسخط على أقدار الله وتتكلم بالمحرم. الثالث لا فائدة من ذهابها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لها عن اتباع، فالنهي عن الزيارة يكون أشد وأقوى. أما الرد على المخالفة هذه كلها أدلة تثبت أن الأقرب إلى الصواب هو تحريم زيارة المرأة للقبور. الرد على المخالفين في ذلك نقول أولا الذين قالوا بالكراهة قالوا بحديث نهينا ولم يعزم عليه، فنقول نهي النبي لا يحتاج لتأكيد. إذا قال سلم لا تذهبي لا تتبعي لا يحتاج أن يؤسف ذلك، لا تتبعي يعني يحرم عليك أن تتبعي الجنازة، فلا صارف هنا عن النهي إلى الكراهة، بل يبقى على أصله وهو النهي أصله إلى التحريم. الرد على الذين يقولون بالجواز ذكروني بالأدلة التي استدلوا بها زيارة السيدة عائشة، ها تزوروها؟ لا لا، أدلة الجواز عندما مر على امرأة وهي تبكي، هذا أول شيء. نعم مر على امرأة وهي تبكي ولم ينهاها، لم يقل لها زيارة القبور حرام،
انظروا إخواتي الكرام، أولا الإجابة على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة؟ قال لا اتق الله وتقوى الله. فسروا لي المعنى تقوى الله. ما معنى تقوى الله؟ فعل المأمور ها وترك المحظور. طبعا فعل المأمور بنور من الله بعلم، وترك المحظور بنور من الله جل في علاه. طيب فعل المأمور او انتهاء من المحظور، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولعن من زارت القبور. فتقوى الله لا تكمل الا بالانتهاء عن زيارة القبور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون اجمالا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن زيارة القبور بقوله اتق الله. الامر الثاني اللي ممكن ان نجيب عنه ان نقول اتق الله واصبري، هناك مفسدتان، مفسدة الزيارة ومفسدة خروج المرأة عن شعورها بشق الجيوب ولطم الخدود والتسقط على اقدار الله. ايهما اذا تزاحم ايهما يقدم في النهي والحظ؟ ها ايهما؟ انتوا فاهمين المسألة؟ دخل النبي وجد المرأة امام قبر، فعلت امرين، امر محظور وامر اخر محظور. الامر الاول زارت القبر، والامر الثاني هي تبكي وتتسخط على اقدار الله جل في علاه. ايهما اشد نكارة؟ ها تسخط. يبقى اذا نبدأ بالاهم قبل المهم، لان تقديم الاهم على المهم ايش؟ واجب. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأهم على المهم وقال اتق الله واصبري، يعني لا تتسخطي، إنما للصبر عند الصدمة الأولى. وإن قلنا بأنه لم ينهى فهذه وقعة عين، ووقاع الأعيان لا تعمم. لعله تركها لأنها لو نهاها عن زيارة القبور بعدما قال لها اتق الله واصبري لعلها تسب أو يعني تخرج عن شعورها فتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكلام في الرد على من قالوا من جواز في الأدلة الأخرى، استدلوا بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت عند القبر، واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما ذكرته أنا في الأول. هذا الحديث أنها حديث صحيح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلتها فانسل فذهب إلى البقيع فارتدت ثيابها وخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة كأنها في قلبها قالت سيذهب إلى زوجة أخرى يعني، فنظرت فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل البقيع يرفع يديه ويدعو الله جل في علاه، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم فاستدارت فأسرعت وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، وكانت هي ترتدي السواد، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبريني وإلا يخبرني الخبير العليم سبحانه وتعالى في علاه. فقالت أو يعلم الله ما في صدورنا؟ فوكزها في صدرها، وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لها أن الله جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم قالت أبي أنت وأمي يا رسول الله إني خشيت أن تذهب إلى زوجة من زوجاتك. فقال يعني أتحسبين أن الله ورسوله يحيف عليك يعني يظلمك؟ فقال جاءني جبريل قال يأمرك ربك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو لهم. فقالت يا رسول الله ماذا أقول لهم؟ هنا وجه الشاهد. فقال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، إن بكم إن شاء الله للاحقون، إلى آخر الروايات. فأقول استشهدوا بهذا الشاهد أنها قالت ماذا أقول لهم، فيها دلالة لما علمها الدعاء أنها تزور، وإذا زارت تقول هذا الدعاء، وهذه دلالة واضحة جدا وليست أيضا بقوية. إذ أننا نقول أنه يحتمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها إذا مرت بالقبور أن تقول هذا الدعاء، ليس بلازم أن نقول أنها تزور فتقول هذا الدعاء، لا تمر. طب وعندك دليل على أن الإنسان لو مر على المقابر ولم يدخل إليها أن يقول هذا الدعاء؟ نعم عندي دليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا ها ابشروا بما يسوؤكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم. فهذه فيها دلالة على أن المرور إذا تكلمت بهذا الكلام يسمع أصحاب القبور ما تكلمت به، فأنت إذا مررت على القبور تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر الدعاء، ففيها دلالة عن المسألة المرور. إذا هذا الحديث يحتمل أنه للمرور ويحتمل أنه للزيارة، وقد جاءت الأدلة تمنع الاحتمال الثاني، فيبقى الاحتمال الأول وهو المرور. وإيش الأدلة اللي منعت الاحتمال الثاني؟ لعن الله زوارات القبور، نهينا عن اتباع الجنائز. فهذا رد على الحديث الثاني. أما دليلهم الثالث وهو زيارة عائشة لقبر أخيها
عائشة رضي الله عنها وارضاها ما سافرت قاصدة تذهب تنظر إلى قبر أخيها، هي ما ذهبت قاصدة لقبر أخيها. والأمر الثاني في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنها قالت لو شهدت ما زرت، يعني لو شهدت موتك وصليت عليه مثلا ودعوت له ما ذهبت إلى قبري. فيحتمل أنها ذهبت من لوعة الأسى الذي في قلبها من أجلي، ذهبت تصلي عليه وإن قلنا بالجواز، أو ذهبت تدعو له، وإن لم يرضى المخالفون بهذا الرد نقول فعلت عائشة هذا. وفعل عائشة يصادم قول النبي، بمن نأخذ؟ بقول النبي أم بفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الحجة كل الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث فاطمة فهو حديث ضعيف لا حجة فيه، حديث فاطمة أنك تذهب كل جمعة حديث ضعيف لا حجة فيه، فإذا لا يبقى لهم حجة يحتجون بها. والذين قالوا بالاستحباب قالوا بقول سلم نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها، فنقول فزوروها هذا اللفظ بالاتفاق كما نقل النووي، قال بالاتفاق هذا اللفظ خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء، لكن لمعترض أن يقول لا تغليب للرجال وممكن يدخل تحت النساء، وإن لم ترضوا بذلك فعليكم بحديث النبي النساء شقائق الرجال في الأحكام، فهذه ظاهر جدا على أنهم يدخلون في قول سلم الآن فزروها يدخل الرجال والنساء. قلنا نعم هذا حق، النساء شقائق الرجال في الأحكام يدخلنا في قول سلم الآن فزوروها، لكن جاء المانع يمنع دخولهن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وأيضا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح وأن الأدلة الأخرى كلها أدلة محتملة، فإننا نقول بأن هل للمرأة أن تصلي على الجنازة إن كانت منعت من الاتباع ومنعت من الزيارة، فهل لها أن تصلي؟ نعم لها أن تصلي، وقد ورد عن الصحابة الكرام وعن نساء الصحابة أنهن كنا يصلينا على الأموات، فللمرأة أن تدخل المسجد قبل أن يصلي الرجال يصلينا على الميت، أو تكون المرأة مثلا في آخر المسجد أو في مكان مستور فيصلينا بصلاة الإمام على الجنازة، فلهن الصلاة وليس لهن الزيارة وليس لهن اتباع الجنائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح لعن الله زوارات القبور، وأيضا مقاصد الشريعة لأن المرأة ضعيفة العقل ضعيفة القلب إذا ذهبت وقعت في كل المحظورات شق الجيوب ولطم الخدود والتسخط على أقدار الله جل في علاه. وهذا واقع نعيشه، ورب السماوات والأرض أنا كنت في مقبرة أردت أن أدفن في مكاني، ورب السماوات والأرض كدت أموت مما رأيت، امرأة دخلت المقبرة وأبوها سيدفن فنظرت إلى السماء ففعلت فعلة كفرت بها في لحظتها، ولو ماتت والله لدخلت النار خالدة مخلدة ليس فيها حجة ولا شيء، بسقت والعياذ بالله. وهذه المرأة مسلمة، انظروا كيف تفعل، أنا ما تمالكت نفسي والله الذي لا إله إلا هو. فالمرأة لا يمكن أن تتمالك نفسها خاصة وإذا وجدت الهمج الرعاع والجاهلات التي يعني يسرن الشغف في القبور لا تتمالك نفسها، فهذه مصادمة صريحة لمقاصد الشريعة وفيها إظهار بأن زيارة القبور للمرأة لا تصح ولا تجوز. الزيارة الثانية والنوع الثاني من الزيارة الزيارة البدائية، والزيارة البدائية أصلها مشروع وهيئتها محدثة، أصلها مشروع، أصلها زيارة القبور يرق بها القلب وتدمع بها العين، يتذكر الموت يتذكر الآخرة فيزور القبر، فهذه مشروعة أصلها، لكن بهيئة مستحدثة مبتدعة كأن يرحل يشد الرحل إلى المقبور لزيارته، كالذين يذهبون إلى في دمنهور، هذا اسمه أبو الحاف هذا ولا أبو سرير، على الغرض المقصود رجل مقبور هناك، أو يذهب مثلا ينزل من دمنهور أو من القاهرة ينزل إلى إبراهيم عبد الباعث مثلا، أو يذهب إلى أبي العباس أو يذهب إلى أبي الدرداء، فهذا كله يعتبر من البدع المنكرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا، لا يمكن أن تعظم بقعة من بقاع الأرض لأحد فيها ولا لشيء فيها إلا ثلاث مساجد، المسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد
الكعبة. أيضا من المستحدثات أن يدخل المرء إلى هذا القبر لبناء القبر، تعلية القبور، ناهيك على الكتابات التي تحدث المغفور له، المرحوم، المتصدق، كذا وكذا 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 بالتفاخر المعلوم، هذا أيضا من البدع. إيقاد السرج هناك على القبور أيضا من البدع المحدثات، فهذه بدع محدثات تجعل الزيارة بدائية. من هذه أيضا، من هذه الأنواع التي هي من أهم الأنواع في الزيارة البدائية، أن يذهب المرء للمقبور ليستغفر له الله، يعني المقبور يستغفر لهذا الزائر، لهذا الزائر يدخل عليه كما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله استغفر لي ربي أو استغفر لي ربك. فهذه دلالة، هذه من الزيارة البدعية أو من الشركية، وهذه التي نصنفها لأنها مخالفة لفعل النبي، مخالفة لفعل الصحابة، مخالفة لفعل السلف، ولا دليل عليها. أن يذهب إلى قبر الولي أو يذهب إلى قبر النبي حتى تكون أكيدة، يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذهب إلى العمرة إلا أن يذهب إلى قبر النبي فيقول استغفر لي الله جل في علاه، دي زيارة بدعية أو شركية. لكن أبى علينا الذين يفعلون ذلك وقالوا عندنا أدلة من الكتاب ومن الأثر. قلنا هاتوا الدليل على ذلك. قالوا أولا قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه فيها دلالة، لكن وجه الدلالة من هذه الآية ما هي؟ سمع، هذا هو عموم حيا أو ميتا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول سواء كان حيا أو كان ميتا. هم يقدروا يحتجوا بهذه الآية أنه يستغفر لهم وهو حي فقط، يذهبون الآن يقولون يا رسول الله استغفر لنا، والآية عامة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ولو أنهم من؟ ليس المنافقين فقط بل كل المسلمين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول حيا أو ميتا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه دلالة لهم على أن الإنسان يمكن أن يذهب إلى قبر النبي في العمرة ويقول يا رسول الله استغفر لي الله، أو يذهب إلى البدوي ويقول يا بدوي ادعو الله لي أن يشفيني، أو يا أبا العباس ادعو الله لي أن يرزقني. فهذا دليل لهم، هذه من الزيارة البدعية أو الشركية كما سأبين. كيف نرد عليهم؟ هذا لكم. الزيارة الثالثة الزيارة الشركية، هذه الزيارة وهو أن يقصد بالرحلة إلى القبور الاستغاثة بالمقبور أو دعاء المقبور، يصرف عبادة محضة لله لغير الله بأن يسجد لهذا المقبور أو يستغيث بهذا المقبور أو يقول اعف عني، اغفر لي، اشفني، ارزقني، اعطني، امنحني، اغثني. كل هذه عبادات تصرف لله فيصرفها لغير الله، فتكون هذه زيارة شركية. أو يذهب يحج لهذا المقبور، لأن الحج هو السفر قاصدا تعظيم البقعة التي سيسافر إليها. فالذين يحجون إلى البدو يسافرون ويضربون أكباد الإبل إلى البدوي، هذا حج للبدوي تعظيما لمكان البدوي، فهذه زيارة شركية. ناهيك على الطواف الذي يحدث، الطواف بالقبر أيضا من الشرك الأكبر كما سأسألكم وتجيبون، هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ الطواف بالقبر شرك أصغر ولا شرك أكبر؟ خلي بالكم شيخ الإسلام تماما يقول هذه بدعة، الطواف بالقبر بدعة، شرك أكبر، ما الدليل؟ أحسنت، والطواف بالكعبة عبادة صحيح وهو صلاة، فإن كان هو عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. فهذه الزيارة الشركية. طيب قبل أن أنتهي أريد التفصيل على مسألة ولو أنهم إذ ظلوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هنا دلالة على العموم أنهم يذهبون إلى الرسول فيقولون استغفر لنا الله، وهذه لا تكون زيارة بدعية الآن. ما سيرد عليك ويقول وكل شيء لم يفعله الصحابة لن أفعله؟ سلسل سيرد عليك بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر، لأن الدليل جاء وقال إن الأنبياء أحياء في قبورهم. خصمك مش توسل هنا، ها ما توسلش بجاه حد، توسل بالاستغفار. صح خلاص صح، هذه الجلسة كانت بيني وبين الشيخ عاطف وبين رجل من صناديد الصوفية وكاد يقتلني يعني، وقال انت ملبوس، وقال انا الملبوس اللي هو الملبوس.
نعم، واحتج بهذه الآية، فكان الرد القاطع عليه أن في فارق لغة بين إذ وإذا. إذا ظرف زمان للمستقبل، أما إذ ظرف زمان للماضي. فلما يقول الله جل في علاه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني في عصر الماضي في عصرك أنت، ولو أنهم إذ ظلموا، هذا تخصيص بقى هنا في الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني في الزمن الماضي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، يعني حال حياتي، لأن إذ ظرف زمان للماضي، لغفر الله لهم، ده معنى الآية لغفر الله لهم. وقالوا طب إن رددت علينا في هذه الآية عندنا أثر، قلنا ما الأثر؟ قال الأعرابي الذي جاء للنبي في قبري وقال يا رسول الله إني أقرأ الآيات ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ثم قال يا رسول الله استغفر لي الله، فكان عنده من ينام عند قبر النبي، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للنائم في المنام، فقال اذهب إلى هذا الأعرابي فقل له قد غفر الله لك. واحتجوا بهذه القصة، ها؟ ما هي طبعا اسنادها مظلم، لكن الرد لا يكون كذلك. ها؟ أحكام الشرع لا تناط بحال من الأحوال، ليش؟ بهذه الرؤى المنامية لا تناط أحكام الشرع بهذا بحال من الأحوال، بل أحكام الشرع تناط بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ناهيك على أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لم يفعلوا ذلك، فثبت بأن هذه التوصلات أو هذه الاستدلالات كلها باطلة، وأن هذه الزيارة بدعية، وأن الذي يذهب إلى رسول الله يدعي حياة النبي نقول له حياة النبي حياة برزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا حتى يملك لك شيئا فيستغفر لك الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته أنه بعد مماته أن يذهبوا إلى قبره فيطلبوا منه الاستغفار لهم، صحيح؟ خطأ، ما بين لهم ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنه ليس بمشروع. وأما الزيارة الشركية قلنا بأن هذه الزيارة الشركية تخرج من الملة، ولابد من أن يحفظ الإنسان جلاب التوحيد ويبعد عن أي مسجد فيه قبر أو فيه معظم غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتهي من هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية وكيف دب الشرك في توحيد الربوبية، وكفر مسلم العصر في هذه الأونات بربوبية الله أشد من كفر مشركي العرب، بالتفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم.